كنت بكلم في بدايه الحلقه انه لو بصينا لنهائيات البطولتين الاكبر في افريقيا سواء دوري الابطال طرفين بطل الدوري المصري ووصيف البطل الاهلي والزمالك، وفي الكونفدراليه ثالث الدوري المصري قدر يوصل للمباراه النهائيه، وده بياكد انه ابدا المنافسه ما كانتش ضعيفه، وابدا الاهلي ما حققش الارقام القياسيه دي كلها نتيجه ضعف الفرق المنافسه. تتفق في وجهه النظر وفي رايك هل الارقام دي من الممكن انها تصب في مصلحه النادي الاهلي في مواجهته قبل يعني قبل ماتش النهائي دوري الابطال ولا لا؟ ما فيش شك الاول انه النادي الاهلي لما بيكسب بطوله بيكسبها عن جداره واستحقاق. ده طوال تاريخنا، يعني معظم البطولات اللي خدناها الحمد لله بناخدها عن جداره واستحقاق وتعب وجهد من الجميع، من مجالس ادارات لمدربين للاعبين حتى الاعلاميين، الجماهيرنا طبعا اللي هم المحرك والحافز الاولاني لينا.